السلام عليكم الزول الفلاون، صباح النور في بريطانيا ومساء الخير في الجزائر. الأخ حسن عدلي يتكلم من غرفة حي الكثبان، سيتي ليدين، الغرفة العائلية المحترمة كالعادة بيان سور، هذه الشرط. اليوم راح نتكلم على جنازة الأخ محمد تباريتان، الله يرحمه ويسع عليه إن شاء الله مكانه في الجنة. كما قلنا البارحة هدرنا كلش الوثائق تواسات. اليوم ان شاء الله الجنازه، الحمد لله يا رب العالمين. اليوم الجنازه عزوج في بريطانيا، في عاصمه لندن، عاصمه بريطانيا لندن. اللي راهو في لندن، شي ناس اللي تحقق العنوان، العنوان راهو عندي انا هنايا، 79 كوينز رود، كوينز رود، بوست كود هو E178QR، بوست كود هو E178QR. نعاودها باش اللي راهو في لندن باش ما ينساش. المسجد الادريس تاعو 79 كوينز رود، بوست كود از E178QR. اللي يحصل له لا تليفوني لي هنايا اللي هي الماسنجر، ولا تليفوني مصطفى طاديس، ولا تليفوني لسمير زرقين. سمير زرقين راهو في لندن، هو اللي يتهلا بخونا محمد تباريتان الله يعطيه ما يتمنى خونا سمير. وكذلك مصطفى طاليس الثاني هو اللي مسك كاع بالجزائريين اللي راهم في لندن. وانا ندير كيما يقول لك المباشر اللايف كالعاده باش نطم الناس باش يعرفوا باللي لي زانفورماسيون كاع تاع الجزائريه، لا في الخارج ولا في الجزائر. راح نعاود جميع اللي راهو ساكن في لندن بلو بروش. الجنازه تاع خونا محمد تباريتان اليوم ان شاء الله على الزوج تاع العشيه، الزوج تاع بريطانيا. العنوان تاع المسجد لاريت، والمسجد هي 79 كوينز رود، بوست كود از E178QR، E178QR. معليش كيما يقول لك الحاضر يبلغ الغائب، وما ديباسيوش 40 على حسب القانون البريطاني تاع الكوفيد والكورونا، ما ديباسيوش 40. وما تنساوش كل واحد من فضلكم لبسوا البافيطات، وكل واحد يجيب المقصوره تاعو، والله ديستونس يكون الفرق بين شخص الى اخر مترتين، زوج مترات كما نقولوا احنا 2 متر من فضلكم. هذا هو القانون تاع البريطاني تاع الجنازات، ما ديباسيوش 40. زادوا لها الحمد لله كانت 6، ومن بعد طلعت 10 والى اخره. دوك راح نزيد نعاودها من فضلكم، من فضلكم. جميع اللي يعرف محمد تباريتان مهما كان اللي كانوا يخدموا معاه، حبابه تاع اللي راهم في لندن، ولا حومه سيتي ليدين باكمالها سواء تاع بلديه المحمديه ولا سيتي ليدين. راح نعطيكم العنوان تاع محمد تباريتان اليوم ان شاء الله في لندن، عاصمه بريطانيا في لندن. الجنازة تاعو في المسجد تاع، العنوان هو 79 كوينز رود، كوينز رود، بوست كود هو E178QR. وبالعربية نهضر على السيمين، لا لا كان الناس ما سمعوني شو، لا هي E17 8 Q ولا Q R. راح نعاودها دوكا ونزيد نعاودها من بعد ان شاء الله للناس باش يلحقوا بينا. هذا ما كان الجنازه في المسجد 79 كوينز رود، بوست كود، البوست كود هو E178QR. ان شاء الله يكون الحق لكم الميساج، الرسالة لحقت. إن شاء الله صلوا عليه،
الجميع اللي ما عندوش الوقت كذلك يصلي عليه كذلك في الدار ويدعي له بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله تكون مقبولة إن شاء الله. أخونا محمد مات صغير الله غالب، مات 51 سنة، كان عنده مرض ومام تونزيت قاسته الكورونا، جاو على ضربة والله أعلم. دوك إحنا رانا نقولوا واش عم يقولوا. نشكر بزاف بزاف الجمعية الخيرية تاع لندن اللي اسمها الفتح، اللي المسؤول تاعها هو الأخ ياسين الله يعطيه ما تمنى. جرى بزاف بزاف على أخونا محمد، جرى بزاف على كاع الجالية الجزائرية في بريطانيا. الأخ ياسين هو رئيس جمعية الفتح اللي جاية في عاصمة بريطانيا لندن. وما ننساوش الأخ الكريم سمير زرقين ابن الحي سيتي ليدين وليد حومتنا بيان سور، سمير زرقين اللي جرى على محمد بزاف بزاف الله يعطيه ما يتمنى، جرى كاع الوثائق وطمن العائلة تاعه والحمد لله. مهما كان مام هو راه مشغول بولاده ان شاء الله راه دار اللي قدر له. وما ننساوش بزاف الاخ مصطفى طاليس، مصطفى طاليس هو المعروف في لندن كاع يعرفوه، يجري بزاف على الجالية الجزائرية اللي يتوفاو سواء كان من يدين ولا من اي مكان في الجزائر. مصطفى طاليس هو اللي يجري بزاف مع الناس، هو اللي يجيب لي كونتاكت، عنده سياره كبيره يدي الناس يجيب الله يعطيه ما تمنوا. احنا ندعو لهم ان شاء الله بالخير، ان شاء الله ربي يمد الصبر للام الكريمه تاع تباريتان محمد تباريتان، والله يصبر الاب عبد القادر الياسمة معروف في ليدين. وما نساوش خوه الكريم الواحد، خو عنده خو واحد اخته واحده الاخ سيد علي بولاده، ادعوا له بالرحمه وربي يعطيكم صبر. وما نساوش الاخت الكريمه تباريتان كريمه بالصبر مع عائلتها كذلك، ان شاء الله يعطيها الصبر كذلك، راهو خوهم بيان سور مهما كان ظروف. ادعوا لهم وشاركوا معاهم، ما كاش كيما الدعاء باسكو كل نفس ذائقة الموت، اليوم هذاك غدوة انت غدوة انا الى اخره، هاي كيف راهي تمشي. ان شاء الله احنا مسلمين الحمد لله الذي اعزنا الله بالاسلام، ان شاء الله يموتوا مسلمين وان شاء الله الجنه لا باذن الله حب ربي سبحانه بيان سور. ان شاء الله الامور تسهل له محمد. وكذلك باش نمدوا نقطه، النقطه هي منيحه بزاف بزاف. غدا ان شاء الله محمد تباريتان راح يبات اليوم في لندن، وغدا ان شاء الله راه رايح تركيا باسكو ما كاش لي فول من بريطانيا، كي راه رايح لتركيا لا تركي. ومن تركيا ان شاء الله غدوه الخميس واقيل في الليل لما مانيش غلط يدوه للجزائر الكارغو من الترك الى الجزائر لما مانيش غلط يلحق على 5 تاع الصباح الجمعه، على 5 تاع الصباح على حساب لي كوردوني تاع مصطفى طاليس، وهو اللي مستكلف بهذه الامور. وسامي زدقين هو اللي مستكلف في لندن، ما هم يخدموا بيناتهم يعرفوا ولاد حومه الله يعطيهم ما يتمنوا. حومه ليدين ليجان تاعنا عزاز علينا بزاف بزاف، ديناميك يخدموا بزاف بزاف، معروفين في لندن ولاد حومه سيتي ليدين كيما يقولك نيميرو ان، يجروا على ولاد حومه ويجروا على كاع البراني. احنا عندنا غير ولاد ليدين رجال ونص الحمد لله. هاي واش نقول لكم، الجمعه ان شاء الله على 5 تاع الصباح في الجزائر ان شاء الله يلحق محمد، وان شاء الله تكون الجنازه هذاك هو نورمالمون الجمعه ان شاء الله على حساب الاخت تاعو كريمه خلات الميساج البارح قالت لك الجمعه ان شاء الله خونا تكون الجنازه تاعو في الجزائر. حنا نصلوا عليه برك هنا الجنازه نصلوا عليه برك، ولكن تفينا في الجزائر بالجمعه ان شاء الله. ها واش نقول لكم، ونزيد نعاودها لكم تانيك، ونزيد نعاودها في الليل، ونزيد نعاودها غدوه ان شاء الله، والجمعه بكري نزيد نديرها بكري باش الناس يروحوا يصبروا العائله كذلك، راه معزز علينا بزاف بزاف. الام تاع محمد راهي امنا تاع الام تاعنا، الاخ الاب تاع محمد عبد القادر، الاب تاع محمد واسمه عبد القادر تباركتن راه بابانا كذلك، والاخت كريمه راهي اختنا وسيد علي راهو خونا كذلك، ومحمد راهو حبيبي انا يقرا معايا الله غالب والله ما سمعت حتى لا دانيا من باش قالوا لي هكذا انايا هذيك الضربه كي توفاني نهضر. ها واش نقول لكم، ان شاء الله الصبر 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 للعائله، وادعوا له من فضلكم من فضلكم من فضلكم. ها واش نقول لكم، وان شاء الله نعاود اليوم في الليل وغدوه
والجمعة صباح بكري، وش نقول لك، ربي متصبر للأهل، وخاصة الأم اللي راهي مريحة بين أربع حيوط، فهمت؟ يا حليل كما يقولوا، إن شاء الله تجوز لا بيريود، تجوز كاع جازت على الناس بيان سور. ها واش نقول لكم، صباح الخير خويا جمال، أهلا بك خويا جمال نعمان. أمينة وعلي، أهلا بك الأخت الكريمة، شكرا، تحية الجلية الله يبارك، الله يعطيكم الصحة، شكرا شكرا الأخت الكريمة. بيان سور احنا الجزائريين عندنا غيرة بزاف 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 على أولادنا، على بلادنا، على أحبابنا، على غيرة بزاف بزاف. احنا الجزائريين مهما كان ظروف نتضاربوا ونتحاسدوا ونطبعوا، ولكن كي تلحق الأخوة واحد ما ينحينا مهما كان الظروف، مهما كان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه معروفه، وخاصه الجزائريين اللي في لترونجي. كاين شي ناس باكا محاقرين تزادي، ولكن رانا عايشين وانا نعرفوا كي تلحق للصح رانا توجور واقفين. عندنا شويه لي ديفو، ولكن كي تلحق للصح جزائري جزائري مهما كان الظروف، مهما كان الظروف. الكور كاع يعرفوا الجزائريه كفاه قافزين، كاع 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 مام العرب كاع المغرب تونس كاع مام هذوك قافزين، ولكن احنا الجزائريه عندنا غيره بزاف بزاف. ها واش نقول لكم، الاخ محمد جدي السلام عليكم، اهلا بك محمد وحشناك. ادم دودي السلام عليكم خويا، نعم هذيك هي. شكرا شكرا الاخ الكريم، الله يعطيك الصحه على الاضافه هذه، نزيد نكتبها الله يسترك. اسمح لي عندي بزاف ما رحتش لندن انايا. وولت هامستن، وولت هامستو، شكرا شكرا الاخ ادم الله يسترك. راح نعاود هذا العنوان، او زاد لي خويا ادم كلمه كذلك، الله يسترك. نمد العنوان فيه حاجه ماشي ناقصه، ولكن اسمه بالتام تام، ولو تقولوا له انتم النافيغيتر هذاك ترقوه. العنوان هو 97، نهضرها بالانجلي باسكو راهم في الانجليز معليش. الادريس 79 كوينز رود، ذا بوست كود از اي 17 8 كيو ار، ذا البلاصه اسمها وولت هامستو، وولت هامستو. شكرا الاخ امين ادم الله يسترك خويا. مسجد وولت هامستو سنترال موسك يقولوا له، الله اعلم قاك يقولوا سنترال موسك ومامتو. نزيد نكتب هذه معلومه منيحه، شكرا الاخ ادم. قلت لك عندي بزاف ما بغيتش لندن، عشت في لندن ونسيت لندن، اسمح لي. مسجد عمر وولت هامستن سنترال موسك، شكرا شكرا الله يسترك. اخ عبد النور صباح الخير خويا. طاهر بيلا السلام عليكم خويا، اهلا بك، صباح الخير عليكم كاع في الجزائر. مساء النور، اسمح لي مازالنا صباحنا، مازلت من 8 دقائق للصباح، الانجليزي ساعه ناقصه. شكرا. الغرفه نورمال، الغرفه راهي مفتوحه، اللي يحب يدخل يروح الميسنجر، مش الميسنجر، نو 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 سمحوا لي، لا ما كاينش لانفيتاسيون في ميسنجر، يروح الفيسبوك باش نعاودوها باسكو البارح الناس حصلت باش يطلعوا يقصروا معليش. روحوا الفيسبوك تاعكم بيان سور، حوسوا حسان ماريو عدلي، حسان ماريو عدلي، تخرج لكم تصويره في بروفايل تاعي، وتحت هذيك التصويره كاين واحد نقطه زرقاء صغيره اسمها جوين، جي او اي ان، عبزها، تزيد تخرج لك قفله زرقاء موراها قدام التصويره كذلك، عبزها، تزيد تخرج لا تروازيام، عبزها، تدخل ديريكت. لا بليبار كاع ما يديروا هكذا دوكا، باسكو الغرفه راهي مفتوحه للجميع، مانيش نبعث لي زانفيتاسيون دوكا. يروح فيسبوك عبز حسن ماريو عدلي سيرش كيما يقولوا، حوس، كي نخرج لك انايا بروفايل تاعي بالتصويره، تحت تصويرتي بدات كاين واحد القفله زرقاء واسمها جوين، عبز هذيك القفله، ومن بعد تخرج لك واحد القفله زرقاء كذلك، زيد عبزها، طويله هي زرقاء طويله، عبزها، ومن بعد تخرج لا ديرنيير، زيد عبزها، تدخل ديريكت. معليش سي سي حتى وين ندخلوا، معليش اللي يحب يهضر يقصر ولا هذا المكان. دوك سمحوا لي، اللي يحب يدخل مرحبا به، وما نقصروا شويه على
الجاليه الجزائريه اللي راهي في المهجر، سواء بريطانيا ولا مهما كان اي بلد، باسكو كاين بزاف ناس اللي راهم انا باش انايا شويه غافلين، ما يعرفوش هذه الامور، ما يسقسوش، كاين بزاف امور لا كذا، هم يتعلموا، ما يبقاش ساكن في بلاد ناس ما يعرفش، يقول لك ما نعرفش نحشم والى اخره. ما كاش الحشمه، رانا 2021 ما كاش الحشمه، خلاص الحشمه هذيك سي تروطار. الانجليزي واحد اللي يحشم يقول لك جايح، ماشي يقول لك يحشم، يقول لك جايح، وان شاء الله ما نكونوش من تما. اللي يحب يقصر يسقسي على بلاده ويسقسي على حومته ويسقسي على اصحابه ويسقسي الى امور هكذا، باسكو الجزائر ما تخدمش هكذا. رانا نعاودوا فيها بلادنا، لو كان ما نتحاوروش وما نقصروش وما نعاونوش وما نسقسوش ما تسقمش البلاد، امبوسيبل تسقم. هذه معروفه عالميا، بلاد اللي ما يتهلاش فيها شعبها ما تتسقمش. مهما كيما دارك، عندك دارك، شكون اللي يسقم الدار؟ شكون اللي يسقمها يسيقها يدير لي مابل؟ انت مور الدار، حنا تانيك مور البلاد، ما يجيش واحد براني يدير لك. هذه كيما يقولك لا نقاش، واحد ما يقدر يخرجك منها. شوفوا بك شي ناس، محمد اسمه، موح اللي كان يخدم مع موح، محمد قال نعم نعم. ومن بعد كانت اسمع الفتح الفتح نعم تراست
نعم شفت بكشي الناس، شفت بك تاع الفتح، سمحوا لي على باب قد شوية كنت نشوف تاع الجمعية تاع الفتح، نهضر مع ياسين بالك مشغول معليش، لا عنده الوقت إن شاء الله نبعث له ميساج لما كاش معليش. جميع لو تليفوني لي من فضلك سمحوا لي بك نبعث ميساج للجمعية. صباح الخير مالك، هاي قد صباح الخير، دقيقة على الصباح كاع. فريد سيفي السلام عليكم خويا فريد، كيف فريد راني بعت له ميساج اللي عنده الوقت ان شاء الله يروح الجنازة تاع محمد، راهي جاية في لا عندكم الوقت لما كاش معليش دعوا له خلاص من الدار، هذا ما كان اللي يحب يروح 79 كوينز رود، 79 كوينز رود بوست كود اي اي 17 8 كيو ار وولت هامستو، وولت هامستو الاريا لما انشغلت سنترال موسك هذايا، نعاودها 79 كوينز رود بوست كود اي 17 8 كيو ار وولت هامستو سنترال موسك عزوج ان شاء الله في لندن عزوج. اللي يحب يسقسي يتليفوني سامير زرقين هو اللي مستكلف، ومصطفى طاليس هما اللي مستكلفين بالاخ محمد الله يرحمه ويسع عليه، والجمعيه اللي يحب يسقسي كذلك تاع الجاليه الجزائريه هي اسمها الفتح، جمعيه الفتح اللي جايه في لندن. كما يقولك المسؤول تاعها هو اسمه الاخ ياسين. اللي يحب يسقسي يروح الفيسبوك ولا الجوجل واسمه الفتح. شكرا الله يعطيك صحة اخويا فريد ميرسي. او مالك صحة اخويا راك تما صحة مالك طري بيان الله يسترك راك تما بيان كاع. حسن مصطفى لاباس امس او مالك او تم ما قال لك راهو معاهم وشنو قلت لك مالك او بلاصة تاع محمد قال لك راهو معاهم راهو معاهم وين معاهم تاع محمد تباريتان دوك من بعد ميساج مازال ما هو اللي راهو تما مالك قال لك راني تما والله ما يغسلوا لا بالي دوك من بعث ميساج ها دوك بك بعت له الانفيتاسيون ما تخص سيرا وتما دوك من بعتها قال لك راني تما علاش انا هنا فهمتش انا مالك سقسي دوكا باسكو نورمالمون هذيك هي 12 هذيك هي لو طون زيد سوايع مليح يكونوا تما الناس ماشي على الزوج تروح على الزوج لازم ما دير دوكا سيلاني بعثت العنوان تاع المسجد وين الجنازه تاع محمد خونا اللي عنده الوقت اللهم بارك يروح سورتو هذا هو الوقت فيه كما يقول لك هذا هو وقت الشده احنا الكورونا كاع يروح بنادم يلبس كاع اللوازم تاعو بيان سور لي بافيت المسافه زوج مترات الجيل تاعو بيان سور ويدي المقصوره كي يروح المسجد يصلي ها واش نقولوا حنايا وما ديباسيوش 30 من فضلكم باش ما تكونش مشكل مع اسمه البلديه تاعهم ولا ليميغراسيون تاعهم. شكرا الله ربي ان شاء الله يجوز كلش بخير وان شاء الله مكانه في الجنه الاخ محمد هذا ما كانوش نقولوا حنايا.
البارح سامي دخل واش قال؟ قال مشي الجمعة. كيف الأخت قالت الجمعة وقال مشي الجمعة؟ لا قلت له البارح، قلت له شك تقول ماشي، انت ما فهمتوش بالك، انت قلت نهار الجمعة، نهار الجمعة يبعثوه هو، فهم هكذاك سامير. هي لا بعد سامير فهمك غلط، وانت فهمت نهار غلط. الجمعة يلحق للجزائر. ايه الجمعة يهبط ال15 صباح انا بالي على بيروح على تركيا. فهمنا عليك ترى، انت فهمتني وياسين فهمني. بالك سامير بالك بعد ما سمعنيش بيان. هذا ما كان نو، هي الجمعة ان شاء الله على الخمسة تاع الصباح كما قلت لي انت، يا على الخمسة لحب ربي يلحق هايك ان شاء الله. شكرا استاذ معايا الملك ماشي ماتي، ريبونديش. شكرا الله يسترك. الله ما كان الحمد لله كي كلش تواسم هذيك خطا، الناس تستنى والعائله تاعهم قلقه والام تاعو راهي حايره، كل واحد يحكي لها حكايه. قلنا للناس عندها شحال، عندنا شهر ملي قلناها، كاين غير سمير زرقين ومصطفى طاليس وجمعيه الفتح هما اللي نسقسوهم، ما كان حتى واحد يعطيكم اي معلومه بلا هذو ثلاثه. وكي تلحق المعلومه صحيحه تما نديروها لايف. انا كيما كانت المعلومه بدرناها، صبرنا معليش الناس تقصي وكل واحد يهضر، ومشي من هذيك الهضره الزايده، باسكو هذه قضيه حساسه، هذه قضيه موت ماهيش قضيه لعب ولا هذا ما كان. شحال بعيدة واسمه بين الجمعية والمسجد شحال مصطفى؟ انا على داري منه 20 مينوت 25 مينوت. وين كاين الجمعية؟ راهي في لندن بالذات. هاي تما قدامها، صافي قدام المسجد تانيك. تما برك 5 مينوت برك تما. خلاص ماشي بعيدة. طري بيان كاع سهلة، منها يروحوا يصلوا منها يروحوا الجنازة. طري بيان كاع. ما تما برك طري بيان كاع. ترى في بوا با شو خدمت لي دوكا، ما بيش علاش راحوا دوكا، ما كان والو تما، هذا اللي ما فهمش. ايه كاين اللي يحب يصلي يروح تما، راهو كونفينمون تما، يقول لك روح نصلي نقرا قران تما، لو طون راه واجد او يسقى قهوه تما، هذا ما كان شي حاجه. حسن الجامع مغلوق يا حسن، مش تقرا قران قاعد بيا مغلوق يغلقوه. مغلوق حسن، هذو هما يديروا فيهم مزيه برك، يديروا فيهم اوكي مزيه. هو ما يدير فيهم زي يا حسان، واش تقرا القران؟ مش ما تقرا القران دوكا. انا قلت لك مفتوح اوكي. انا جاب لي ربي، جاب لي ربي، جاب لي ربي ماشي جامع، الله اعلم. خاطر نهار قال لي ياسين ريختار، قال لي كان واحد الصاله كبيره هذيك، نسيت نديروا على بها دار الربعين، خاطر هي نورمالمون هنا ممكن كيما الجامع بالك 30 20 بصح، جاب لي ربي في الصاله. خاطر اختار قال لي ياسين، قال لي نسي نجيب الصالة واسعة كبيرة، راك فاهم؟ طري بيان. ليسونسيال ربي يرحمه ويسع عليه، ان شاء الله يكون اهل الجنة نعم نعم ان شاء الله. فهمت؟ الله ان شاء الله. باقي القيل والقال هذا كاع زيادة. معليش معليش، احنا الجزائريين لا غالب يحبوا يسكي، واحد كي يحصل يبقى غير يخربش. الجزائر مبكري وهي هكا، احنا عندنا حاجة لازم نتعلموا حاجة، وخاصة الجزائريين ما دلناش الحاجة اللي ما لا تعنيك. هذه قاعدين دمنا عليها موضوع ديجا، ما لازمش بنادم يدخل روحه في أمور اللي ماشي تاعو. كما قلنا طبيب هو اللي يحكي على لا ميديسين، مهندس يحكي لنا على واسمو، ماشي واحد انا واحد يبيع سردين يحكيك على الطب. ما صح، احنا عندنا هذه العقلية، واحد ما يعرفش لا باش ميديسين. حسن نعم لازم كل واحد، اسمح لي حسن، واحد في الميدان تاعو ما فيهاش عيب. واحد ما يعرفش، واحد ما يعرفش معليش. اي والله واحد ماسون يحكي لك على الكورونا، او انت عارف الكورونا انت، طبيب هو اللي يحكي على الكورونا. احنا عندنا هذه العقليه، لوفيد الفراغ، هذا هو الوقت الفراغ. الله غالب، واش راح نديروا حنايا؟ كيما يقولك طبيعه فاسده اللي عندنا احنا. خلاص الانسان توفى لازم المعني بالامر، هما لم يجروا عليه وما عندهم الوقت المحدد وما عندهم كل المعلومات، ونتوكلوا على ربي. هذا ما كان واحد فارغ شغل يبقى يهدر، وخاصة في هذا التواصل الاجتماعي، هذا السوشيال ميديا، هذا
ماشي مليح واحد يقول لك او جاي ماوش جاي ماشي يسمي واحد ما يهضرش او وصافي اللي عنده تليفون يهضر واش يحب. هذه غير مقبول، هذه قانونيا شرعيا غير مقبول. ان شاء الله يكون خير هذا ما كان، ان شاء الله البلاد تسقم وبلاد هي الناس لما تسقموش بلاد ما تسقمش، وبلاد لا تسقمت صافي الناس تسقموا. ها لكذا وقانون عالميا بلاد باش تسقم لازم عبادها يتسقموا. ما عادش ربي يهديهم ان شاء الله. واش نقولوا مساء النور خويا رمضان، اهلا بك رمضان الصاد، رمضان سعدو اهلا بك خويا رمضان الزول. رمضان خو حسين سعدو. رمضان عاك معنا زمان هنايا. ايه ريح تما نعم كنا كيف كيف. رمضان سعدو ما تليفون لك شرك ياسين صباح نو بالك يكون مش حسن بالك يكون مشغول. لا ايه باش تلاقى وباش لا هي عزوج تم... هي تلاقى وتم عزوج كاع كيما راكم. ايه تم يتلاقى وكاع زوج. اوكي اباك كان ينسقسي انا ما على باليش. ايه تلاقى وكاع تما. اوكي تلاقى وكاع تما. اها هذا عيط لي تانيك اسمه كمال يبو عطيت له الادريس. شكون؟ قال لي ما عنديش عطيته له. كمال. شكون كمال؟ كمال اسمه يا ربي اسمه ما في يطلع معنا في الكومونتي ما يطلعش هو الكومونتي. كمال يا ربي. واش بلاكاج؟ المهم حسن دوك الناس هم قاع على بالهم قاع عندهم لادريس اللي يحب يجي ماهوش عارف. نعم راني فهمت راه وليد حومتهم. راني خليت نعم راني خليت ما كاينش اكسكيوز. راني خليت العنوان نورمالمون باين. اوكي الناس عم يجوا من بعيد براويه ما يجوا راك فاهم. انا الناس براويه ما يعيطوا لي يوم جايين من بعيد ويجوا يجوا الله يسترهم نعطيهم ما يتمنوا. ايه واحد يروح يدير الواجب تاعه وخلاص هذا ماشي. نعم باين الله يسترهم. نعم واحد ديالو ربي يسترهم. واش نقول شاكاسون تو. نعم يا سعدك يا فعل الخير ما تدي معاك والو في الدنيا هذه حسن. اها فاهم. يا فهمتش انا حيرتني مالك واش هو يدير تما راني نعيط له ماشي ريبوند. هاو اي اقرا كومونتير قال لك على الخير في اللون سلام كيف بعث لاديس قال لك مالك راني تما. ها واش قال لك يا خو لا تما على لا لا واي نوت مع صحابو يقصر ولو طون لي اللي حاب يروح بكير يروح على لا لا انا ما فهمش ما حتى لعبك البرد وما كانش متريح تما قهاوي مالك مولف بهادو البرد و راه في الانجليز. انا حنجوز على اخويا حسن. اوكي
سلم عليه بزاف. راح نرفد خويا حسن. ايه قلت لك سلم عليه هرم مصطفى. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا. نروح انا وخويا ووليدي. طيب يا. انا نسمع نعم. انا وليدي نحب نديه الجعناز. ايه بشي والف. بشي يتعلم ميشو. بشي والف هذه الامور لازم يعرف. هاوي. لازم يعرف. بشي يعرف قيمة الموت. نعم نعم. هذاك مع سيد علي مقبيله فهمته وقع وش يدير. طلب يعني قال. عيت له فهمته قلت له وجد برك واسمه وجد برك هذيك اسمها هذيك فيسوز هذيك. ايه هذاك ما يديرش معاه ما يقدرش يحلها. خاطر فيه الغلاق وقع. فهمت فاطمة. ان شاء الله ان شاء الله او يسمع فيك. بعت له صباح الانفيتاسيون ان شاء الله كما يقولوا بك والديه بك حاجه ما يسهل. بيان سور قلت امور باينه دوكا باسكو يستناو فيه صعيبه اكثر وما كي يكون تما دوكا خلاص نص التخمام راه يروح ان شاء الله لحب ربي. هاوي ايه وشحال عندها الشهر وما مقلقين بجبدة. دوك ان شاء الله كما يقولوا يندفن غير يروحوا مرتفين ربي ينزل عليهم واحد الرحمة. بيان سور على بالهم باللي كل جمعة يروحوا يشوفوه وخلاص حاجة عادية تعود حاجة طبيعية. نعم الله. نعم نعم أستاذ سماتي شكرا. لا تحزن عن الدنيا. مع من راهو مالك تما؟ مع من راهو؟ مع من راك مالك؟ السلام عليكم مالك. ما باش لا راح معاه كامورا ولا لا خاطر عيط لي كمال. ما باش لا راح معاه ولا لا كمال. نشوفه كمل شو شو يديروا تما ما على باليش شو يديروا هو المشكل. ليش يا مصطفى فرحوا بكري هذا ما كان راني بعت لهم فيزوج لانفيتاسيون كمل ومالك لك نشوفوا ليه او جاوبك. ها قال لك لي غدك كيموز واحد في لون قال لك لي نور مع مالك. قال لك نور راني مع مالك. مالك راه مع مالك ياك مانيش مع كامورا راني مع مالك. قال لك تغيط كيموت واحد في الغربه. بالسيف مالك عمتك سهله في الجزائر باين كيف في الغربه صعيب. هذا كما يقولوا أستاذ سماتي قال لك لا تحزن على الدنيا وما فيها فكلنا ضيوف على أراضيها. الله يسترك أستاذ. نعم هذا كلام شباب. كل نفس دائقة الموت. سورتو لهم في المهجر لازم يخوضوا حذرهم لازم يولفوا بلادهم لازم يتليفونوا بلادهم مش بكي يستنى تما ما يبانش 5 سنين 10 سنين إلى آخره. وشنو هذا كادر هذا سلي وشنو الحسناوي وشكون هذا عازم سليمان عازم اه
سليمان عازم وعندي هذا. يا مالك وراك يا اوزد بعدك ميساج مصطفى صح هذه المشبه هذه قال لك الاستاذ احمد نايت الحسين شيخ سماتي قال لك وما تدري نفسا باي ارض تموت قال لك مطاف بنادم وين يموت قادر بن صفيه اسمع شكرا الله يسترك عبد القادر نعم حاجه طون ثاني كيسيو لازم ولاد حومه يروحوا يوقفوا مع السيد علي يجروا معاه يعاونوه هذه سي طريز امبورطون خاطر اخوه وحده تما يروح يعاونوه فاهم تزاير في تزاير راك تهضر ها علي اخوه يعاونوه يوقفوا معاه ان شاء الله مليحه هذه تموتيفيه هو ثانيك يروحوا معاه المطر كاع لازم ليدين كاع طوح المطر لا بريبار يروح سي يروحوا الماكسيموم راك فاهم يوقفوا معاه باش صح اسكو عندهم الماتيريال باش يجيبوا محمد ولا لا من زمان ما قالكش محمد سيد علي هذه خلاص يا رجلي ماشي مشكل هذه لما كاش دوك نوصي خاوتي الجمعه ان شاء الله على الخمسه يروحوا تاع الصباح يروحوا هذاك ان شاء الله ماشي مشكل صح اسكو سير وانا شويه هاك تليفوني خاوتي يعاونوه لا انا هضرت مع السيد علي مقبله قال لي كلش راهو تما كلش راه في بلاصتو يا خو لا يسحق دوك نفروها له باذن الله رانا معاهم مهما كان الظروف ان شاء الله رانا معاهم انا قلنا هذه الغرفه غرفة عائلية محترمة تاع بلدية محمدية نخدموا كاع مع الشعب تاع بلدية محمدية اللي محتاج لي يسحق معاونا ولا يا خو يخلي ميساج ولا يدخل ولا يبعثنا في البريفي ان شاء الله وحنا نبلغوا كما قال لكم الاخ مصطفى من فضلكم جميع اللي راهو في الجزائر من فضلكم وخاصة اللي راهو في ليدين وبلدية المحمدية يجري يعاون الاخ سيد علي خو محمد تباريتين الله يرحمه يجري معه باسكو سيد علي راهو وحده والشيخ بابا عبد القادر راهو كبير اللي عنده وقت في الجزائر يعاون خونا سيد علي من اليوم حتى ان شاء الله الجمعة كي تخلص الجنازة من فضلكم من فضلكم من فضلكم ولاد ليدين واللي يعرف سيد علي تباريتين يروح اليوم يهضر معاه اسكو يسحقوكش حاجه اسكو يسحقوكش فورغون اسكو يوجدوا لهم المسجد وين يصلوا عليه اسكو الجنازه ان شاء الله باش يعاونوهم بالاموال الى اخره من فضلكم من فضلكم من فضلكم راهي كما نقول لك صدقه جاريه وكما نقول تؤجر عند ربي سبحانه هذه بلا ما نقولها هذه نورمالمون ما نقولهاش تعرفوها بيان سور من فضلكم لي يعرف سيد علي تباريتان خو محمد تباريتان الله يرحمه وباباهم عبد القادر ليسمى تباريتان يعاونهم من فضلكم يسكنوا نورمالمون البيت تاعهم كان مدخل 29 طابق 2 نورمالمون كانوا تما مازالهم في ليدين الاب تاعو مصطفى مصطفى معليش دوك يجي مصطفى معليش اللي يعرف تباريتان مدخل 29 الطابق 2 مصطفى مازالهم دارهم تاع ليدين مازالها اي وين يروحوا مسافرين تما راهم خلاص ما على باليش انا ما يهمش المدخل 29 الطابق 2 دوزيام ايطاج اللي يحب يعاونهم من فضلكم من فضلكم ما يحشمش في سبيل الله كما يقول لك هذه تؤجر عند ربي سبحانه يعاونهم واش خصهم اسكو يرفدوا معاهم اسكو لاسحقوا اموال الى اخره من فضلكم من فضلكم من فضلكم رانا خاوه رانا جزائريين رانا خاونا نتعاونوا من فضلكم اللي يقدر ولو بالدعاء بالدعاء تكفي باسكو نهار الجمعه على 5 تاع الصباح لحب ربي يلحق ان شاء الله وعاونوه من تما لازم تصلوا الفجر ولا تما يروحوا لايروبور يعاونوه من فضلكم ما تخلوهمش وحدهم باسكو الاب تاعو راه كبير عمي عبد القادر وسيد علي راه وحده يد وحده ما تصفقش هذا ما كان من فضلكم ونزيد نعاودها ان شاء الله غدوه وفي الليل ونهار الجمعه صباح بكري نعاودها ان شاء الله الاخ مالك
مالك قال لك إن شاء الله من المطار إلى العالية إن شاء الله، من المطار إلى العالية إن شاء الله. دك صديبو كتا يلحق تانيك مالك لا يلحق على الخمسة، صديبو مني روح قبل، ما قدرش نقول لك هنا يا هذا على حسب العائلة تحم كيف رام يخمو هذا ما كان. أسكو يدو يدو العالية ديرك حسن على الخمسة صباح نو no, يدوه العالية ماشي خمسة انت الخمسة تاع الصباح عند عمك الخمسة تاع الصباح وخرج ديريكت نو no. يديروا لا بابراس تاعو في المطار يشوفوا okay. يديروا كاع الكوارت لي بابي ومن بعد تشد واحد كيما واحد هذيك الله يرحمه شدت له باش خرج طول اوكي اوكي okay, okay. ايه ومن بعد يروح دوه ديرت العالية ما يخرج ما يروحش ما يروحش خلاص بك انا سقسيت ما على باش كيف الامور هي منظمه هذا ما كان يعني راني نهضر بك انايا باش نشوفوا المعلومات صحيحه هذا ما كان هذاك مع سيدي ان شاء الله قلت له وبعد قال لي الجنازة ان شاء الله في العالية يوم الجمعه ان شاء الله هاي لك خاطر كيما قال لي قال لك يتسرعوا به اقرب وقت خاطر طول نعم نعم هاي لك طولت ثم لازم مليح ان شاء الله الجمعه في للعالية إن شاء الله وسيد علي والعائلة يقولوا لكم كيف راحوا منظمينها بس في العائلة هم الصح هم اللي يديروا إن شاء الله إن شاء الله أخويا مالك إن شاء الله تسهل نعم شكرا شكرا بك تقيسك بزاف بزاف وليد حومة يتوفى هكا في لندن صرتنا تاع سويلح زيان الله يرحمه محمد تريكي الله يرحمه قاع في لندن تباريتان كذلك راو في لندن واش نقولوا تقيسنا بزاف بزاف وخاصه احنا اللي عايشين في المهجر واحد يكون في الجزائر شويه بصح يكون في المهجر رانا فيها كما نقولوا حنا تقيس بزاف بزاف هذا ما كان كان عبد القادر بن صيفيه صاحبه مليح عبد القادر كادر كادر هذا كادر او خلى ميساج قال لك ربي يرحمه صاحبه مليح دار معه بزاف او 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 عبد القادر خلى مي قال لك ربي يرحمه ان شاء الله عبد القادر الجمعه في العاليه هاك مع سيد علي سير سيد علي زيد يهضر معك سيميو انتم ما كنتوا تعرفوا في الجزائر كيف الاوضاع راهي هذا ما كان شكرا الاخ قادر الله يسترك ربي يصب الوالد الدين ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين هذه لا نقاش هذه ربي سبحانه ان شاء الله هو الصبار مليح قد ما نكروها مليح نعم نعم هذه حاجه مسكين معليش اليوم عم عبد القادر مريض بزاف وولاد حومه قد ما يروحوا مليح قد ما يروحوا بزاف ولاد حومه نعم يوقفوا نعم. معاه باش يفهم يقول لك كما يقول لك لازم لي بابيت لازم لا ديستانس لازم يديروا الجيل لازم ما يمسوهمش لازم احترمهم من فضلكم راجل كبير كذلك كي تكون زوج مترات مسافه تسلم عليه من زوج مترات معليش يا ربي نحي علينا الوباء ما تقدر تسلم عليه ولا تعنقوا له معليش ان شاء الله باش ما تكونش فوضى هذا ما كان الصحه كيما قلت الوقايه خير من العلاج هذا ما كان بنادم يحترم القوانين هذا ما كان شكرا لا طلت سميشة يا حسن استغفر الله رب رانا كيف الثلج مازالو غارق معمر صح بس الثلج وسميشة بدطل كيما انتوما رانا كيما انتوما احنا ما كانش الثلج بصح او يضرب او بدا يطيح شوية يذوب او يذوب بياك تشوف برا قاعد ها صح سميشه راهي سميشه كيما قلت انت يا راهي تذوب فيه بلا قلبك شويه هكا نروح نلعب بصح يضرب حسن شويه هنا عاد نلعبك ايه راهو يقطر زعما بلا عقل فوالا ايه هاك احنا راه احنا راهو يسلبي نهار تاع اللوبيا تاع مالك
ايش قاعد واش نلبس؟ ها؟ البرد يا حسن. صافا خو الصباح بكري بيان، البارح كان البرد، اليوم صافا. لازم تلبس، هذا ما كان، كي تلبس تري بيان كاع. الحمد لله. هما كما قلت لك المشكل هذا راه نقص، ماشي كما مع الاول، فهمت؟ تخمم عليه وكيف يهبط وكيف صف صافي ملي يقطر ويسقسي فينا صف صافي وكتاش شحال. قال لك مالك طيب طعام بالبروكلي، عباك تبعتها للبلاد تقول لهم بالبروكلي خلعوا فيك مالك. الماكلة تاع واش هذه؟ مليح بروكلي، بروكلي بصح طيب ونص طياب، باك طيبوا بزاف يذوب تمتم ولا كولي فلاور شي فلور. مالك كولي فلاور تانك شحال شباب معاه؟ يا الله هذيك هي على 12 ونص، هذيك هي مازال الساعة ونص. مالك وقلع مالك راح بكري عند بيت 12 ونص، هذاك قلت له 12 ونص على بيه راح بكري. صديق قال لك روح اليوتيوب، روح اليوتيوب تلقى الطعام وقيل داروا في يوتيوب تصويره دارها لتما. راك تجوع فينا مالك، طعام بالبروكلي. انا ما فهمتش انا هذاك وهاب قال لك نعيط له، قال لك وايت شابل، قلت له ماشي في وايت شابل خويا. وشنو وايت شابل؟ الجامع تاع وايت شابل، الجامع الكبير. دوكا كيف ما يعرفش واسمو وولتس، هذا واسمو يا خالتي يتلف لي كاع واسمو وولتس هامستو، يا وولتس هامستو. احنا قبايل اللونجلي تاع لي كوس هكذا مصطفى. الاستاذ سماتي، نعم هذيك هي، ما يحس في هذه المحنه الا الام والاب، الله يكون معهم ان شاء الله ربي معهم. نعم نعم شيء ما هو سهل، كما قال لك اليوم اللي يحسوا لها شويه والجمعه اللي يحسوا لها. نعم ربي يعطيهم الصبر الاخ سماتي، واش راح انا نعاودوا فيها، كل واحد وقته، هذا ما كان صبر، هذا ما كان صبر، ما كانش لي مجازت عليه. ايه نعم هي على بالي، هي تقيسك، تجي بلي بروش تقيسك ومن بعد خلاص لازم كيما قلت ماشي تعفس على قلبك، لازم نسي روحك شويه باسكو الناس كاع راهي في وحده مرميطه وحده. بيان سور مالك حسن، رانا في عام 2021 كل شيء تبدل غير الفقاقه اللي مازال كيما حنايا. ها مالك بدا طوايش تاعو، قال لك كلش بدل، لا كلش بدلتوه، ماشي تبدل بدلتوه. 2001 بعث له الانفيتاسيون، نورمالمون مالك يدخل، مالك ادخل من فضلك.
فهمنا الله يسترك. ادخل تقول قلنا وراكم و... سامي الزرقين ما بانش بعثوا الانفيتاسيون بصح البارح كيف ادخل انت اللي فهمتي مصطفى وتدخل نورمال البارح شافها نورمال اه اني بعت له نورمال قالك مصطفى ما مالك ما نقدرش ما رانيش وحدي راه معاش جماعه اوكي معليش مالك وين دي مارينا؟ مالك مالك او تم مالك ان شاء الله ان شاء الله معلش الجنازه بسيف تروح ماشي بسيف ولا تحومه لازم كاع الناس ومو برا يريحوا برا ماشي بسيف يدخلوا لداخل فاهم الله يرحمه استاذ نعم قلت لي انت مشي بعيد عليكم من تما وشحال 20 مينيت اها وش يلبس وليدك وش يلبس كرافطة بابيون الحمد لله شحال مازال مازال ساعة و هكذاك ساعة و... وربع صافي ربع ساعة تبقى لك ساعة لو كانت الحق لتما اه بيان سي هذا الايام راهو يجري ما فهمناش كاع كي علاه راهو يجري تغلق عينك تفتحها تلقى نهار طار استناو قالك لابلي فارامي استناو كتا تسقم دزاير والفاكسان والفاكسان هنا ويهبطوا على روحهم هذا ما كان س
سيدي علي يسكن ماشي في ليدين، ماشي يسكن في ليدين سيدي علي. لا عايش وحده هو. شتو خطر مع واحد البرانية، قلت سيرا ساكن وحده ما لا. عايش وحده هو يدير اسمه الفولي ولا السبور يدير؟ سيدي علي يدير كاع سيدي علي يدير كاع السبور. شتو خطر واقيل الهوند لا مانيش غالط شتو تصاور كيدير اسمه ذاك بادمنتون 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 شتو هذيك تاع تاع تيني راكيت راكيت هذيك كيلعب بزاف مع خويا احمد هذاك العفايش بادمنتون شوال بغيا شنو ثاني بوكسر والله بعتوها سينتي تاعك هذي اوكي قول عبدهم جايين برينجين الكار واش دير يا ما هذاك واش دير السمانه الجايه وشنو الشكا وشنو الشكا هذا خويا يلبس مليح برك اي ما يمس البرد اسم ميضه حسن اسمع ورينا احسن وري عندي بزاف ما شفتوش ورينا احسن خويا نوريهولك ماشي مشكل مالك والله ما فهمت السمانه الجايه ندير شكا واش معناتها شكا الله يسجيك هذه الهضره تاع منير تيجاني انا ما نفهمهاش شفت حسام وشنو الشكا مانيش من الغواط يا اسمك الله هكذا هذه تاع تيجاني لازم نهضر مع منير تشكا تشكا صحة صحة فهمتك السمانة الجاية دير تشكا انت تاع التلقيح ها هو جامي امبوسيبل هذه قال لك حتى لافريل بين مي وافريل بين 40 سنة 50 سنة 40 سنة ل 50 سنة لازم تكون هكذا 48 49 حتى ل 50 حسن دوك نعاود لك ايوا من بعد صح مصطفى صح مالك كما قلنا هم بعد مصطفى قلت لك مالك افريل افريل انا فاهمك فاكسا نعم قلت لك حتى الافريل بين لافين تاع مي ولا افريل تما اللي يديروها بين 40 و 50 ما تقدرش ديرها ليا مامبو لازم تسرقها لكل شيخ تهرب بيها ولا كي العاده ما تقدرش ديرها ولا تشكي تاع التيطان انونس كي تعطق 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 قطة ولا مالك طوايشي انت والله طوايشي اوات سنحت الافريل بين مي وافريل على بالك مقلق على الزواج على بالي خطيبتك راهي تسنى شيخ سماتي اهلا بك كذلك قال لك حنا قيمة الوالدين والجماعة حابين يدوها الى دار العجز اسكت برك اسكت قلت لك فشلوني هذاك النهار على طفيته ورحت انا ما قدرتش نحمل هذه الكلمه كنا نحكوا على قصه تاع كي تكبر الام العزيزه والاب يدوك دار العجازه الموضوع اللي كنا نكسرو اون جينيرال معليش كما نقول لك كل واحد كيف يخمم حنا الجزائريه 99.9 ما يديش والديه لدار العجازه الام ولا الاب ولكن لا جينيراسيون جديده هذه الله اعلم باش نقول لك نعرف ما نعرفش انايا عندي بزاف اللي خرج من الجزائر انا ما نعرفش هذا الامور ولكن ان شاء الله ما تكونش حنا الجزائريين ان شاء الله ما تكونش هذا المكان الا كانت مشاكل اللي ردتهم هكذا ربي يعلم ربي يهديهم هذا ما كانش نقولوا حنايا انا نمد نصيحه النصيحه راهي ليا وليكم نبداها بيا واحد اللي يعرف يدي الام تاعو ولا الاب تاعو دار العجازه سيمي يخليهم في الدار وراح يدي كرتونه ويبات برا انا هذا والراجل عندي انا هذا مكان ما عنديش كلام واحد اخر سمحوا لي ما كاش باسكو خطر دار واحد الموضوع كان يكسروا على هذه لي زالجينيا كل واحد واش يقول لك يقولك واحد معليش هكذا بصح هكذا ومعليش يا خو سيمي روح ارقد من فضلك
من فضلك هذا ما كان احترق، هذا موضوع حساس، هذا باش الجزائري تقول له هكذا امبوسيبل، ما تمسهاش في الجزائر. الام تريح حتى دقيقه الاخرى تاع حياتها، دقيقه الاخرى تاع حياتها، والاب كذلك. انا هكذا نعرف، وحنا جزائريين ان شاء الله ربي يكملنا هكذا حتى يوم القيامه. مالك والله غير وحدك انت مالك، وهذا البريفي تاني يديروا تشكيك الفاكسين كيما تحب، الوقت يتحب. هذه لا هكذا كاينه كاع نديروها مال يا مالك، على هكذا على بريفي يدير لك تشكيك تاع الفاكسين تاع الكورونا باش تهبط بكري للجزائر، اول مره نسمعها انا. ما كان يخوفني والو، على نخاف ندير انايا، انا غدوه يعيطوا لي راح ندير على روحي. بعثوا لي بريه قالوا لي الوقت تاعك هذيك هي اللي راهو في 50 سنه تما، مالك انت ديرها معايا. انا وياك نهار واحد ان شاء الله، ان شاء الله لحب ربي ان شاء الله. الفاكسين لازم لازم، ما كاش راك تمسخر فيه حاجه وما فيهش، ما تمسخر. شوف انا نموت بالشكه تاع الكورونا وما نموت بالكورونا، هاي واش نقول لكم، نموت بالشكه تاع الكورونا وما نموت بالكورونا، هذا ما كانش نقول. وشنو هادي عند بريفي 250 بوندا عند بريفي يا خو؟ لكن انا غاديرها مالك، وما خطيبتك تعود تولول وتزغرت. £250 على الفاكسان. هيا نديرو كلمة اليوم، نديرو كلمة مالك. أستاذ سماتي شكرا شكرا على هذا الكلام، إن شاء الله إن شاء الله اليوم نديرو عليه موضوع لايف كما يقولوا، الموضوع تاع ما رأيكم في دار العجزة، ما رأيكم في دار العجزة، نشوفوا الناس برك كذا ما كنشوفوا كيف الناس تخمم. 2021 الجيل الصاعد هذه لا جينيراسيون جديدة كيف راه يتخمم، ونمدوا نصائح وإرشادات، واللي يحب يدخل لا جينيراسيون قديمة لقدم هذو يزيدوا يحكوا باش نخرجوا بنتيجة، باش هذه دار العجزة ما تزيدش تكزيستي إن شاء الله. ومعليش الناس مدي اقتراحات بيان سير سلبيه ولا ايجابيه ما يهمش، معليش شكرا. نعم اخر مصطفى الاخ سماتي ان شاء الله نديروا لها موضوع، وهذاك الموضوع بالجمعه، الجمعه يمنح على كاع يصلوا الجمعه ومن بعد ما يقصروا يعرفوا قيمه الوالدين. هذا ما كان موضوع شباب ولكن حساس بزاف بزاف، بعيد الشرح انت هو صح. الله لا مالك، ان شاء الله ان شاء الله مالك يجي نهار نديرو كاع الفاكسان، ما تقلقش برك هذا ما كان قلقش، ان شاء الله كي اليوم دير الفاكسان وتهبط للجزائر وتزوج ونفرحوا بك خويا مالك، فهم ان شاء الله لا حب ربي. نعم الشيخ سماتي هذه مليحة بزاف، نعم قال لك أستاذ سماتي أو يهضر مع مالك، قالوا يا مالك من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخاف الله يخاف من كل شيء. شكرا، هذه كلمة شابة بزاف بزاف. شكرا استاذ سماتي، نحتاجوك انت بزاف 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 يا الاخ سماتي. بيان سير استاذ ديالنا استاذ سماتي معروف بالنصائح والارشادات كل شيء كل شيء، ان شاء الله يستعفى على روحه شويه ومن بعد يدير لنا موضوع، يدخل لايف يدير لنا موضوع ان شاء الله تاع العجائز زاولة تاع الأساتذة إلى آخره. شكرا الأستاذ، أدي استعفى شوية بعد
الغرفة راهي مفتوحة سواء في هنايا معايا ولا في بيتي في الجزائر، الغرفة راهي مفتوحة لك، بيتي بيتك إن شاء الله. مالك كما قلنا راح نزيد نعاود هذا المكان، معليش انا اليوم حتى ان شاء الله يصلوا على اخينا محمد الله يرحمه ويسع عليه. رانا نتكلموا من هذه الغرفه، غرفه سيتي ليدين حي الكثبان. كي نقول حي الكثبان نقصد بلديه المحمديه والجزائر 48 ولايه بصفه عامه. كي نهضروا حنا هكذا اليوم ان شاء الله الجنازه تاع اخينا محمد تباريتان الساكن بحي الكثبان مدخل 29 الطابق 2 طابق 2 ان شاء الله الجنازه عزوج على الساعه الثانيه تاع بريطانيا مراني تاع الجزائر 3 في بريطانيا عزوج لان عندنا ساعه مختلفه بين بريطانيا والجزائر، في بريطانيا على الساعة الثانية وفي الجزائر على الساعة الثالثة. نعطيكم العنوان اللي راهو في بريطانيا، اللي راهو في بريطانيا العنوان تاع المسجد ولا المكان اللي راح يديروا الجنازة فيه هو 79 كوينس رود، 79 كوينس رود، بوست كود هو E17 8QR 8QR. البلاصه اسمها وولف هامستو، قولها انت. وولف هامستو. والله العظيم ما نعرف الكلام كوكني تاعكم هذا، انا تاع البلاد. وهي سنترال موسك، الموسك يعرفوه تما لما نشغلط يعرفوه. راح نزيد نعاودها. العنوان وين راح يديروا الجنازه تاع اخونا محمد تباريتان الله يرحمه ويسع عليه هي 79 كوينس رود، 79 97 كوينس رود، وبوست كود هو E17 8QR 8QR ولا اون فرونسي E17 8QR ولا كيو ار اون انجلي كيو ار سنترال موسك. اللي راهو يسمعني ان شاء الله عزوج تاع وقت تاع بريطانيا راهو في لندن، اللي يحب يروح الجنازه يدعي له يصلي عليه سواء كان مليدين ولا بلديه محمديه ولا الجزائر 48 ولايه، الجميع اللي يحب يروح ولكن احترموا القوانين الصحيه البريطانيه، تكون مسافه مترتين، تكون عنده لي بافيت هادو ماسك كما نقولوا حنا، يدير الجال في يده ويدي معاه مقصوره باش يصلي من فضلك. ما تكونش تجمع القريب تعانقوا من فضلكم، باسكو بالك تكون الحكومه تما كما نقولوا حنا يا بريطانيا يعسوكم ولا يصراكش مشكل، هذا ما كان من فضلكم ان شاء الله ما يكونش. حنا نزيدوا نعاودوا نكرروا باش تكون يكون الاحترام هذا ما كان. يا زيتريك السلام عليكم خويا، اهلا بك خويا ان شاء الله وخاصة الاهل تاعو. نعم شكرا الاخ يا زيتريكي، احنا ندعو له ان شاء الله يكون في الجنة ربي يغفر له كذلك ويمد الصبر للاهل واحبابه كلهم وخاصة الام تاعو والاب. شكرا. رانا نعاودوها ان شاء الله. اخرج بعد في التليفون حتى يكملوا الصلاه وفي اللي نعاودوها، والخميس ان شاء الله نعاودوها، والجمعه صباح بكري نعاودوها باسكو الجنازه تاع خونا محمد في الجزائر يلحق ان شاء الله على 5 صباح المطار، ولو طون اللي يفرلوا كاع الوثائق في الجزائر وراح يدوه ديريكت العاليه.
جبانة العالية، ولاد حومة باش يعرفوا إن شاء الله الجمعة يروحوا يصلوا على الأخ محمد. Good afternoon, Mr. أو حسن. Good afternoon. Hello, how are you? Hi. Good. لا بأس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عم بات لي ولا يسوق قابك نسيت الفولو راه منا راي تبني بالمقلوب هاي يسوق هو ثاني كيسوق اوكي عندهم البرمي الدوكا الحمد لله ماشي صوت الدوكا غير مالك واقف وليدي البارح زاد عنده بيرمي وهو ما عندوش هبلو طعام واللوبي على بيها عنده اسمه وقيله تاع عنده تاع الفيلو بيرمي تاع الفيلو هذه من الحال واش نقولكم ان شاء الله راح نسهروا حتى وين تخلص الجنازه باذن الله كما قلت الحاضر يبلغ الغائب من فضلكم جميع اللي سمع يتليفون لحبابه باش يعلمهم من فضلكم اللي يحب يروح الجنازه عزوج تاع بريطانيا عزوج ان شاء الله وعتلاته تاع الجزائر في الجزائر عتلاته وفي بريطانيا عزوج باسكو كاين الفرق بين الجزائر وبريطانيا ساعه حنا رانا ناقصين عليكم الحمد لله حتى اليوم بالسيلاجينا مصطفى ما يقطعوا حنا نسقسوا الحمد لله الحمد لله لا ليسونس الحسن عباك والله غير ماشي سهله هي نوم مقادرين يسكروا فيك يقول لك اللي يموت بالكورونا يدفن هنا الحمد لله كلش تسهل لا الامور قاعد تسهل بدات تكالم الحاله خلاص ماشي كما مع الدول ايماجيني يقول لك عطاك هيك بالفرقون جوز نورمال هادي طويلة لا ماشي طويلة ماليش بالفرق يعني بطنوبيل وحده اخرى اوكي ليسونسي حتى انت بارك الله فيك حسن حتى انت راك دير المجهود تاعك راك مثل لي زونفورماسيون بارك الله فيك تاتوني حسن كما نقولك فرض خويا مصطفى الله يسترك فرض هذا الله مليح وتعاونوا المهجر ماشي غير تخدم من روحك بك لازم عاون الناس كذلك خدم خدمتك وما تكون الوقت تاعك عاون الناس ها باش نقول انا مليح المعاونه مليحه الخير مليح الشر اللي ماشي مليح ان شاء الله ربي يهدينا هذا ماكن ان شاء الله ستان دوفوار كما نقول لك ستان دوفوار لازم علينا وي معليش نكملوا هكا حتى تخلص الجنازه ونزيدوا نعاودوا لهم في الليل ونزيدوا نعاودوا لهم غدوه ان شاء الله والجمعه صباح بكري انا نوض بكري نزيد كاع نوصيهم كذلك باش تكون الجنازه في بلاصتها ويصبروا العائله تاعهم ويتهلاو في سيدي علي والاب تاعو والامهات في ليدينهم يعرفوا لازم ما يتلاصقوش لازم يصبروا الام تاعهم كذلك هاي واش يقولوا الاخت تاعو راهي في الجزائر هبطت خير معليش الكونيكسيون راهو يسوق مصطفى على بيه راح تكونيكسيون معليش هذا ما كان اللي يحب لي زانفورماسيون المعلومات مهما كان ظروف توجور يجي لهذه الغرفة غرفة سيتي ليلون حي الكثبان مهما كان مام صحاب لافيجري بلدية محمدية الجزائر يسقسي أي سؤال وان شاء الله كاين جماعه تمدلوا الجواب في اقرب وقت ممكن وكذلك عندنا غرفه هذه اللي يعرفها بيان سور غرفه هذه واسمها لي دي سي دو سيتي ليدون لي دي سي دو سيتي ليدون فتحناها عندنا وقت 10 ايام اللي فتحناها يروح بك الفيسبوك
يكتب لي لي دي سي بلوريال لي دي سي دو سيتي ليدين، يشوف كاع الناس اللي العزاز عليهم اللي ماتوا يدعو لهم، اي شخص تما سواء الاب ولا الام ولا الاخ ولا الى اخره تاع سيتي ليدين، وكاين كذلك مجاورين كان تاع 632 618 سا ميزون ان شاء الله لا فيجين نزيبهم كذلك، واللي راهم ولات حومه لام فليدو تماريس ليبا ان شاء الله كاع. احنا كي قلنا ليدين ما نقصدوش ليدين برك باطيمو اولا بينو، نقصدو ميم اللي رحلوا تاع ليدين اللي رحلوا مازالهم ليدين. ها واش حبيت نقصد، هي اسمها لي دي سي دو سيتي ليدين، اللي يعرفها يبعث الميساج واحد اخر باش اللي يحب يضرب دوره كاش خطا يكون جامعه مول جامعه راح يشوف الناس اللي ماتوا يدعي لهم الى اخره. راه ان شاء الله تكون صدقه جاريه لنا، مش ما نساوش ثاني الموتانا، كان الاب تاعو ميت، كان الام، كان خاوته، هذا ما كان ان شاء الله تكون كما نقول لك حاجه منيحه، حاجه جديده باش الناس تعرف، ماشي كما بكري ما عندنا والو. تروح للجزائر تسقسيك شي واحد على الاب تاعو ولا الام ولا يقولك ماتت، انت تحاول دير شوكه، مي كي تكون تعرف تدعي لهم تخلي ميساج بيان سور، وكي تهبط الجزائر هي معلومه باينه. هذا ما كان، رانا 2021 لازم نسهلوا الامور للناس، واسمها لي دي سي دو سيتي ليدين، لي دي سي دو سيتي ليدين، جميع لوحد ما يرقى سواء تاع ليدين لام فليبان با ما لي تماريس، مهما كان وين راحوا، وما نساوش صحابنا لا فيج لي سا ميزون هذوك ما نساوهم 632 618 راه معانا كذلك. ها واش نقول لكم، حاجه مليحه درناها خرجنا بها، قلنا نديروها وخلاص. هذا ما كان اللي خرج بهذه الكلام هذا هو الاخ الاخضر بن موسى صفصافي، قال لي حسن اسكن تقدر ديرها، قلت له بلا مزيتي، ها وشنو في سبيل الله ان شاء الله تكون صدقه جاريه. هاي لك الجميع اللي يحب يشوف ولاد حومته لي زونسي اللي توفوا يروح لتما. شكرا، ان شاء الله تكون يكون فيها خير وتكون محبة، وباش الناس ما تنساش الموت كذلك، باسكو الموت ما تعرف اليوم راك هكا غدوة راك هكا، واحد يحذر نفسه. هاي لك ان شاء الله. وكان هذه الغرفة بينا غرفة سيتي ليدين، الغرفة العائلية المحترمة، فيها نساء يشوفوا دراي صغار يشوفوا رجال شيوخا، وما تكونش الكلام الفاحش ولا الشتم ولا السياسة بزاف ولا الريب واسمه النميمة ولا هذيك ان شاء الله ما تكونش، والشتم ما تكونش ان شاء الله. هذا ما الجميع اللي يدير هذه الامور يقطع، كما نقول لك ما يزيدش قاعد يدخل، احنا نقولوها نهضرها لكم، ما يزيدش باذن الله باذن الله ما يزيدش يدخل سواء كومونتير ولا لايف، ما يزيدش يدخل. الجميع اللي يشتم ولا يقول يهضر كلام فاحش ولا طياح ولا ليس منا، هذا ما كنش نقولكم بكل احترامي. هذا ما كان باسكو هذه راهي غرفه عائليه، نساء راهم يشوفوا لي فيديو، راهم يشوفوا اشرطه، راهم يشوفوا فيهم بارتو، لازم يكون احترام. هذا ما كان، واللي يحب يدير هذوك الكلام ولا يروح بريفي مع احبابه ولا مع اصحابه ولا وحده، هذاك يدبر راسه، هذاك ما مشغول انا ولا شغل. ولكن هذه غرفه عائليه محترمه، غرفه عائليه محترمه. هذا ما كان، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله، الله يسترك كريم. نعم نعم، هذاك هي، لازم كل اعمال تكون لوجه الله، ربي يرحمه يغفر له، خونا محمد ان شاء الله. شكرا. نعم وشنو اللي من هذه خويا كريم، بربي ان شاء الله على ما نشدينا، احنا رانا كما قلت سبه، احنا رانا هنا نتعاونوا نمدوا ارشادات نصائح الى اخره. هذا ما كان، ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا مصلحه، ما عندنا معرفة ولا هم يحسنون، احنا رانا خاوة عائلية نتعاونوا، كل أحياء كل بلديات والجزائر 48 ولاية بصفة عامة. هذا ما كان، كريم سمير زرقين.
سامر مشغول معلش. سمحوا لي بكنت نهضر مع الجماعه اللي رايحه الجنازه. الاستاذ محمد طارا يقولوا له معروف في بريطانيا يدير بزاف جمعيات خيريات. قال لي راه رايح دوكا كيلحقوا تما ان شاء الله اللي حبوا يديروا الشريط مع الجماعه تما يديروا لنا المباشر ويدعوا ديريكت ان شاء الله للام تاع محمد تباركا والاب وكل عائله كذلك. هذا ما كان باش يدعوا لهم ويصبروا كما قال لك ادعوا له ان شاء الله نجوزوا لنا شي يدعوا اللي راهم في الجنازه. وهذا محمد فارا كان يخدم مع محمد في نفس العمل في نفس لابيكري هذه واسمها الكوشه هذه ولا كان يخدم مع حبيبه مليح بزاف محمد فارا حبيب محمد يخدموا كيف ومن بعد شويه هكا ان شاء الله يدخل يهضر مع الجماعه ويهضر معنا من المباشر. مالك وبينه وتما يا زيد ان شاء الله معليش حنا ريحو هكذايا مازال مام باسع ان شاء الله معليش نصبروا معاهم. مصطفى خلى التليفون شاعل معليش راهو يصوق ولا
نزيد نعاود لو طون لان معليش باش اليوم ان شاء الله هذا هذه الوظيفه تاعي انايا في سبيل الله كذلك. اليوم ان شاء الله جنازه محمد تباريتان في لندن، لندن عاصمه بريطانيا. المكان اللي راهو في لندن جاب لي ربي بلو فيت بوسيبل باسكو ما يبقاش الوقت ميم با ساعه. المكان العنوان تاع المكان هو 79 كوينز رود، 79 كوينز رود، 79 كوينز رود. البوست كود هو E17 8QR، E17 8QR، وولفهامستو. نعاودها، البوست كود هو ونهضرها اون فرونسي E17 8QR، with QR E17 8QR، Wolverhampton. Wolverhampton اللي يعرفها بيانس هامستو W لفن تاع W Wolverhampton. اوكي سنترال موسك ها وش نقول، ما نعرفش هذا المكان انا، ولكن ان شاء الله كي تعبز في الهاتف تاعك في جوجل تلقاها 79 كوينز رود E17 8QR سنترال موسك. جميع اللي يعرف هذا العنوان ولا تحومة سيتي ليدون ولا ولاد المحمدية ولا الجزائر بصفة عامة، جميع في سبيل الله بيان سور الإنسانية هذه هي، يروح إن شاء الله يصلي الجنازة على أخونا محمد تباريتان. اليوم تكون الحالة ميتة باسكو راهو البرد وتلج بارتو، ما يكونش بزاف الغاشي، هذيك هي اوكازيون تاعكم اللي يحب يروح. ها واش نقول لكم انايا، ونستناو شي جماعه تهدر من المباشر. هكذا يلقاونا كش كديمه يعزونا على الاخ محمد، ان شاء الله المكان تاعو يكون في الجنه. ها واش نقولوا ليه، ربي سبحانه ان شاء الله يتقبل منه، والأم راهي تسمع والأخت وخوه والأب عبد القادر، إن شاء الله ما يسمعوا، رانا معاه، رانا مع الإبن تاعك، راه كي ولدك رانا ولادك كذلك، وإن شاء الله يعطيكم الصبر إن شاء الله. وولفهامستو، وولفهامستو هذيك هي، أنا قبايلي يا اسمك لونجلي تاعنا تاع مغنتفة تاع ليكوس، ما تلومنيش مالك الله يسجيك. انت كيف كيف تجي هنا تانيك تحضر كيما يحيروا فيك مستوى. هاي وش نقول لكم، ورانا نسناو شي ناس يدخلوا مباشر هذاك المكان ويهضرونا، يقول لكم تعزيه الاخ محمد. هاي وش نقولوا، ان شاء الله تكون مسافه مترتين، مسافه زوج مترات بيناتهم، وتكون لابافيت كذلك، ويكون الجال بنادم يدير الجال في يده، وتعرف واحد ما يمس واحد ويخمس ويلصق هذيك ما لا شيء كالعاده، تعرفوا كيف تخمسوا في الانجليز هذيك تاع هكذا باينين هذوك، تعرفوا الامور. ها واش نقول لكم، من فضلكم، لان لو كانت تكون الحكومه تما باك يبعثوا الناس تما ما تشوفوهمش يخلقوا مشاكل، تعرفوا. ان شاء الله الاخ نور الدين، نعم شكرا الاخ نور الدين ميهوبي، نعم نعم بك هذا عنده شهر ملي توفى محمد تباريتان وليد سيتي ليدين، سيتي ليدين سا ميزون معروفة، المدخل 29 طابق 2، عنده شهر ملي مات زيد في 1969، كان مريض، كان عنده مرض في صدري الله أعلم لا من شاء الله. سمحوا لي بك الهاتف بك، سمحوا لي دقيقة. السلام عليكم أستاذ سماتي، كيف أحوالك؟ إيه طاهر على الخير خويا طاهر، لاباس، رانا نشوف. السلام عليكم، أهلا بك رابح طاهر، السلام عليكم، يتوحشكم الخير خاوتي، يتوحشكم الخير. اونسي
اون سي جامي بالك سيد علي راه وحده ولا اون سي جامي معليش استاذ استاذ رحت لا كونيكسيون سمحوا لي بك انا نهضر مع استاذ سماتي ادخل لايف الله يسجيك في غرفه واحده اخرى سمحوا لي معليش الاخ بنعويشه سماتي طاهر حماد واش الله يستر وقال لك كلش واجد في الجزاء موجدين وكلش الله يعطيك الصحه خويا طاهر طاهر معروف خونا حمادوش راهو تهلا في العائله تاع محمد تباري انا عندك من عملوا لي الهاتف والاخ رابح زايدي راهو معاهم والاخ تروازيام تاع باتمو جديد يا ربي نسيت استغفر الله استاذ سماتي مازال يعمل هاتف سمحوا لي دقيقة من فضلكم دقيقة سمح ما زاد ولا الصوت تانيك سمحوا لي دقيقة بكرة
اسمحوا لي ياك معنا في تليفون الاخ طاهر حمادوش دوك نهضر معنا بيان سور. الله يستر اخونا طاهر قال لك رانا وجدنا كلش، قولوا كاع جميع اللي راهم في اولاد اليدين اللي راهم في الانجليز واللي راهم في الترونجي المهجر ما يتقلقوش، راهو طاهر راهو يتهلا بكلش. الله يعطيه ما يتمنى اخونا طاهر حمادوش، انسان طيب وليد فاميليا اونس وليد عمي بالعيد الله يرحمه معروف طاهر. قال لك راني وجدت فورغون، راني وجدت كاع الامانات اللي يسحقوهم دارهم راني دايرهم. طاهر واش نقول لك؟ الله يسترك الله يسترك الله يسترك خونا طاهر حمادوش الله يسترك. وكان معاه استاذ سماتي كان رابح زايدي، كانت بزاف في الجماعه تما، قال لك رانا واجدين وما تقلقوش. قال لك راه عنده الكونتاكت مع سمير زرقين، طاهر راه عنده كونتاكت مع سمير زرقين. قلنا بيان معليش، انت مع سمير انا مع مصطفى منايا ومصطفى مع ياسين تاع جمعيه الفتح، هذه هي احنا كي تلحق المعاونه كاع نتنافسوا باش نتعاونوا في وجه الله في سبيل الله. هذا ما كان خويا طاهر الله يسترك خويا طاهر ميرسي والله راك فرحتنا كاع. شكرا استاذ سماتي كذلك، او قال لك هو اللي راح بالسياره يجري باش يورينا ديريكت، وراونا كلش وراونا الفورغون غسلوه كاع طريبيا. قال لك ان شاء الله الجمعه نتوكلوا على ربي الله يستركم. والله كما قلت لك تليفونيت مع واحد الناس برانيه مقبله، قال لك انا الحين ديريكت الجنازه تاع محمد بارا وسمو جماعته اللي يخدم مع بهذا. نعمه نعمه ان شاء الله راه متهالين فيها الحمد لله، باش الام تاع اخينا محمد باريتان والاب الاخ عبد القادر ياسما والاخت كريمه والاخ سيد علي، باش ان شاء الله يعرفوا باللي رانا معاهم مهما كان الظروف رانا معاهم، سواء في المهجر ولا في الجزائر، سواء بالدعاء ولا قدرنا نديروها بيدنا، لما كانشهم في الجزائر يتهلاو كذلك. ها واش نقولوا؟ جميع حاجه يسحقوها كذلك يقولوا لنا هنايا، وانا نخلي الميساج دونك كاين فورغو الحمد لله. انا قلت لما كانش نوصي خاوتي يعرفوا تما هاي فلات الحمد لله. واش نقولوا؟ ان شاء الله يحضروا الجنازه هذا ما كان سورتو واحد في المهجر غير تانيك، راح مسكين يخدم على الام تاعو الاب، قدر الله حكمته الموت كما يقول لك، ان شاء الله يكون في الجنه هذا ما كان وصل للعائله. الاخ مصطفى خلى الهاتف شاعل وراح ما باش وراه كما يقول لك. هذا دورنا ان شاء الله، هذه الغرفة غرفة خيرية عائلية محترمة. هذا ما كان جميع اللي عنده مشكل إن شاء الله مرحبا به يحكي لنا، اللي يحب معاونة يحب نفوت حاجة رانا هنا بيان سير. سمحوا لي بك سميشة راهي تضرب في ليكرو مانيش نشوف بيها. اوكي محمد باين هضرت معاه. معلش هذيك هي ان شاء الله تكون نص ساعه، مزنتنا نص ساعه باش نشوفوا جماعه نشوفوا ان شاء الله تكون جنازه مقبوله، ربي يتقبل كاع ويتقبل على اخونا محمد الجنازه تاعو تكون مليحه ويمتصب العائله توجور رانا نعاودوا فيها ان شاء الله حتى تخلص الجنازه باش نطفوا. هذا ما كان كما نقول لك اليوم تاع الحزن هذا تاع الصباح، معليش باش نشاركوا الحزن مع العائله تاع محمد تباريتان، الام والاب والعائله تاعو، سواء كان العائله تاعو في البيت ولا العائله خارج البيت، وراو من العائله تاعنا كذلك محمد راهو جارنا حبيبنا خونا عنده شهر لما نشغلط ملي توفى
كان عنده مرض صدري، الله يعلم شنو مرض، بالك زاد به لما انشغلت، وزاد قاسته شويه كورونا شويه، ماشي هي السبه ولكن كان مريض. هذه هي كما قلت جل اجل تاعو. هذا ما كان رانا هضروا ان جينيرال، انسان ان شاء الله ان شاء الله يكون في الجنه محمد ديانا. هذا ما كان رانا نستناو ومامتور ان نحوس سمحوا لي يا بك من نقرا حسان. السلام عليكم ماريو. إيه حسن، على الخير حسن. صباح حسن، لاباس حسن؟ لاباس لاباس، الله يهنيك. الحمد لله. هذه غيبة صح، عيدك الله لا يغيبها. عيدنا ان شاء الله كي نتلاقاو بك. ايه انا حضرت نعم. معك بكرة شغل عيد. نعم ماني شايف بيان سور. شحال عندنا ما تلاقيناش يا حسن على هكذا، من الضربة تاع كلاس قودك ضربة ما تلاقيناش. اكتشفة واش من عام؟ والله انت وحسن سعدو واش ملاني لما انشغلت. اسمح لي دقيقة، راني بعيد دقيقة، دوك نقول لك واش ملاني. 2000 زيد هبط لها لما انشغلت واقيل 98 97 هكذاك. جاب لي ربي في 98 لما انشغلت. لا لا غلط بزاف، راك غلط. بي اب اب. والله فكرني، انا شافي مقبل 2000، انا شافي هذه سور. لا لا مور 2000، بعد ما توفت الام تاعي الله اعلم هكذاك. لا لا ايه هو جاب لي ربي، جاب لي ربي 2004 واقع لا دوزيام فوا مال لا بريمير فوا مقبل 2000 كي دخلت انا الكلاس وهذاك الايام تلاقينا. بس ناتشو وقيل عندك الحق، راك غلط. جيت انا دوفو صح، جيت انا دوفو تما وقيل جاب لي ربي عندك الحق، وقيل لون 2000 باسكو كانت ميم با 2000 ميم با. لا لا 2000 نقول لك علاش، باسكو كانت تورنوا تاع فوتبول يورو 2000 اللي اندارت في بورتغال وغريس وير تشامبيونز شفالها تاع لا غريس يورو 2000 شفالها شفتها في مور تاع فرنسا تاع كوب دي موند. فرنسا كوب دي موند 98 موراها قلت لك موراها جات اسمه خلاص انا شافي يورو 2000 وقيله والله ماشي فوقيلها 2000 2004 ماشي 2004 ما نظنش 2004 ليسونسيال خاك لاباس حسن الله يهنيك خويا الحمد لله انت لاباس احسن قلت لك لاباس الحمد لله لاباس الله يهنيك الحمد لله الله يهنيك بيان نسمعوا صوتك الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك على الغرفه اللي تاعك نسمعوا صوتك ايه الله يعزك كما يقول لك سيري سيبروك سيري سيبروك شكرا الله يسر الله يسترك شكرا يعطيك الصحة على يعطيك الصحة على الغرفة تاعك الله يسترك امين امين يا ربي اجمعين ان شاء الله خويا حسن الله غالب ما قدرتش ندخل لظروف ولكن راني نتبع بارك الله فيكم او يسلم عليك حسن مالك او يسلم عليك حسن مالك مالك او يسلم عليك شكون مالك بعث لي ميساج قال لي سلم على حسن خوك مالك قال لك سلم على حسن سيلي عباك راني رايح دوكا لوسمو راك تسمع راني نسمع فيك نعم راني نسمع فيك حسن دو يو هير مي راني نسمع قلت كان رايحين عطري بيان فيك راني نسمع راك راه عند المرحوم الله يرحمه الجنازه نعم نعم الله يقبل ان شاء الله ادعوا له برك هذا ما كان نعم
هذاك هو اقل شيء واحد يديره. اسمع فيك اسمع. اقل شيء. شكرا. نعم دعاء بينصر دعاء هذا هو الصح. مالك مالك روح يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ويشفي جميع اجمعين اجمعين يا ربي ويصبر العائله تاعو اجمعين. شوف الله الله يعطيك الصحه احسن. ايه وجدي. ايه هذه هي هذه هي الدنيا. صح. وين لحقه حسن؟ هذيك هذيك هي نورمالمون قريب تلحقوا. قول قول انا لحقت عليه حتى 3 مينيت. قول حسن قال لك قول نعم قل قل لحسن قال لك تحيتي لاخي العزيز مالك قال لك. يا حسن خويا شيخ حميني اش اثر فيك بزاف. بيان سور كاع كاع كيما راهم. نعم عجبتني هذيك تاع اسماءكم نقشت في عقولنا وقلوبنا. ما شبه هذيك. مليحة مليحة. نعم صح. ولات عزاز علينا. ولات كاع ذكريات. بيان سور يا خا. السلام خويا احمد تومرت. اهلا بك خويا احمد او يسلم عليكم احمد تومرت. السلام عليه الخير ايناس. مرحبا سلامي. الزول الزول احمد تومرت او قال لك حسن لا فامي طالي سامي يسلموا عليك. حسن مصطفى مالك هم يسلموا عليك. ميرسي خويا احمد تيومرت الله يسترك خويا احمد تيومرت. ميرسي يا جماعه. باك اليوم الجنازه تاع محمد تباريتان تاع لاكاج 29 دوزيام ايطاج وليد عمي عبد القادر الجوندارم تاع بكري. لاش فيت له لاكاج 29 دوزيام ايطاج اللي كانت عنده 204 خضره. لاش فيت له بكري محمد تباريتان هذاك اللي يقضي اليوم الجنازه تاعو في لندن. والجمعه ان شاء الله يهبطوا للجزائر العاليه يدفنوا في العاليه ان شاء الله نهار الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نعم. يا اخي احمد صلي. كنت نهضر مع محمد اللي كان يخدم مع محمد. شكون محمد؟ محمد اللي كان يخدم مع محمد في الكوشه محمد بارا هذاك. قال لي راه رايح الجنازه ثاني. قال لهم بعد قال لهم بعد نعاود لك رايح الجنازه تاع محمد. قلت له بيان كاع. راح نزيد نعاود اسمح لي مالك دقيقه. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. الاخ حسن عدلي يتكلم من غرفه سيتي ليدين بريطانيا. اليوم ان شاء الله عندنا جنازه قريب عزوج هي نورمالمون تاع خونا محمد تباريتان اللي ساكن بحي الكثبان سيتي ليدين مدخل 29 الطابق 2 وليد عمي عبد القادر الياسمة خو سيد علي والاخت الكريمه اختو كريمه والام الله يعطيهم الصبر. ان شاء الله راح يصلوا الجنازه على نص ساعه ان شاء الله. الزوج تاع الانجليز وثلاثه تاع الوقت تاع الجزائر. ثلاثه في الجزائر والزوج تاع الانجليز باسكو عندنا ساعه مختلفه بين بريطانيا والجزائر. جميع اللي راهو يسمع فيا اللي يحب يلحق بالجنازه واللي حصل في الطريق ولا هي 79 كوينز رود 79 كوينز رود 79 كوينز رود اي 17 8 كيو ار اي 17 8 كيو ار وود هامستو
سنترال موسك. جسر لاغوش هاي اللي وصلوا على محمد. اللي يحب يروح الجنازة تاع محمد هذا هو العنوان ان شاء الله. 79 كوينز رود او 17 ويت كيو ار. هذا هو المكان اللي راح يصلوا عليه محمد على الزوج. الزوج تاعنا انجليز هي 3 تاع الجزائر. عندنا ساعة متأخرين عليكم حنايا. جميع اللي راهو في لندن هذاك هو الوقت نورمالمون ما بقاش الوقت بقات نص ساعة. جميع اللي حصل واللي قريب لمحمد يروح لتما من فضلكم ادعوا له. احنا ما نطلبوا غير الدعاء هذا ما كان ندعوا له ان شاء الله. مصطفى وي حسنو دوك وين هضرت مع طاهر حمادوش قال لك قل كاع ولات حومه لام في الانجليز رام كاع واجدين كلش لمحمد في ليدين رام كلش قال لك فورغون واجد واحد لاماناتي مدهم العائل تاعهم واجد كلش قال لك ما تتقلقوش كاع رانا حنا دايرين كلش في ليدين. طاهر هو المسؤول فيها طاهر حمادوش وكان ربح زايد ربح زايدي كان بزاف جماعه راهم مع طاهر هو المسؤول ولا قال لك وجدت كلش الله يسترهم الله يعطيه الصحه اخونا طاهر مسجد عمر هذا هو هذاك مسجد عمر نعم واسمه مسجد عمر قادوني نعم غير انا فيه حسن انا فيه هذاك هو كتبه لي واحد مقبله قال لي اسمه مسجد عمر راني فيه وين واسمه وصلنا على مؤتمر سيمتين خلاص الله مام اوكي قلب بابا مغلوقه فهمتش دوك هاو كتبها لي مقبل دوك نولي ليها كتبها لي حسن هاي صح من بعد صح هاي من بعد شكرا صح شكرا نعم احمد تومر الله يعطيك الصحه على الكلام هذا رانا توحشناك احمد بيان سير مالك طاليس الله ميم شوز نور الدين ميهوبي الله يسترك خويا ميرسي كذلك الاخت الكريمه شكرا السلام عليكم ربي يرحمه ويسكنه فسيح الجنات شكرا الله يسترك مدام الحمد لله كل حاجه راهي في بلاصتها الناس قاع راهي تجري بارتو رانا احنا رانا مباشر رانا نهضروا للناس باش مش عارفوا كان ولاد حومه كان جزائريين اللي يخدموا على بلادهم اللي يخدموا على ولاد بلادهم كان مازال البركه في الجزائريه تاعنا بيان سور واحد ما يفقدش الامل ماناش حنا الحكومه هذه اللي راهي ضيعتنا وداتنا بيان سور ان شاء الله ربي يهديهم هذا ما كانوش يقولوا الاخ محمد دام كلش تواسى الوثائق وجدوا لهم اليوم الجنازه في بريطانيا مازال نص ساعه مام با لما نشغط نديروها نص ساعه ماكسيموم نص ساعه وفي الجزائر نهار الجمعه ان شاء الله يهبطوه صباح بكري على 5 تاع الصباح يلحق المطار ولو طون اللي يفلوا له كاع كوارات واش لازم يردوا ديك العاليه ديرك العاليه يدفنوا في العاليه سمحوا لي ان شاء الله يدوه للعاليه وتما اللي صلوا يعاودوا صلوا عليه ولا يدفنوا ما باش اسكو يقدروا يصلوا عليه باسكو هي نورمالمون جنازه واحده والله اعلم لا ما ان شاء الله الله اعلم ان شاء الله الجمعه يدفنوه في العاليه باش احنا نقولوا ولاد ليدين اللي يحب يروح الجنازه ان شاء الله نهار الجمعه يروح العاليه ويسقسي وقت ساعه بيان سو نتوما راكم في الجزائر ومن فضلكم من فضلكم من فضلكم احترموا القوانين الصحيه لبسوا لي بافيت الجيل لا ديستونس زوج مترات بيناتكم سيو كيفاه قد ما تقدروا ما تلاصقوش هذا ما كان باش يكون احترام هذا ما كان الوقايه خير من العلاج بنادم يقط حضرو ما يعديش كش واحد ولا واحد يعدي الى اخره ان شاء الله ما تكونش هذه الامور ولكن مليح واحد يجتنب هذه الامور هذا ما كان الله يعطيكم الصحه
هذيك احنا باش حتى نكملوا ان شاء الله الجنازه باش نغلقوا ان شاء الله. هذا يوم تاعنا، الناس كاع راهي مشغوله، كل واحد واش يدير، كاين لو يدعي، كاين احنا لايف، كاين الناس في المسجد، كاين الناس اللي في الجزائر، كاين الناس في القنصليه، راهم كاع يتعاونوا على اخينا محمد الله يستره، يستر والديه ويستره من جهنم ان شاء الله يكون في الجنه. هذا ما كنش نقول لكم انا ان شاء الله يا ربي. نعم ان شاء الله كل حاجه تمشي في الامور ديالها. نحاول يا
Okay. Ersin abi. Manza. No, she's playing, no. سمحوا لي بكوت ديفو نكون مشغول نطفي شي الناس بكذا ما كان نعرضوا شي ناس باش نديروا مواضيع توجو نعرض ناس سمانة الافونس كل نهار فيه موضوع كل نهار نعرضوا شي ناس هذيك هي فيها شويه وقت باسكو على بها انا نوض بكري ندير خدمتي هي الاولى تاع الدار بيان سور نخدم من الدار انا ومن بعد اللي بقى الوقت ان شاء الله نديروا ولاد حومتنا الجزائر بيان سور مهما كان ظروف نعاونوا باش نزيد نعاود مازال ان شاء الله نورمالمون معزوج الجنازه مازال 12 دقيقه نشوف بك مصطفى يعمل يهضر لنا يقول لنا كيفاش جات الجنازه ونخدموها ان شاء الله وفي الليل نزيدو اليوم ان شاء الله لحب ربي كما نقولوا حنايا هي جنازه تاع خونا محمد تباريتان اللي ساكن بحي الكثبان سيتي ليدون مدخل 29 الطابق 2 وليد عمي عبد القادر اليسمى وخو سيد علي تباريتان عنده خو واحد واخت واحده ها واش نقول لك سيد علي تباريتان اللي توفى في بريطانيا عنده شهر كان حصل كانت عنده وثائق مشاكل تاع وثائق وحصل باش يهبطوا هذيك الضربه حتى اليوم باش فرات لنا الحمد لله وسبب اللي مرض ربي يعني ما نقدرش ندخل في الامور اللي ما نعرفش انا واش قالوا لي كان مريض صدره بكري هو عنده مشكل تاع في الصدر ما باش اسكو الجهاز التنفسي تاعو ولا شي حاجه الله اعلم وزاد قاستو الكورونا مامطو صافي جات سبه هذيك توفى في البيت تاعو في لندن مع احبابه واحد صاحبه فرنسي من جنسيه فرنسيه كان معاه ساكن جارو من شومبرا لشومبرا هكذا يسكنوا في لندن واحد نهار ما سمعش محمد في الظهر هذيك الضربه قال لي هذاك فرنسي في الظهر قال لي محمد الله يرحمه ما في نوض يدير الحس قال لي ذاك النهار ما داش الحس كنت راقد راح طبطبته في شومبرا تاعو ما حليش حتى فرصي تحلت تلقيت محمد طاح مسكين تلقاه في الله ميت عاود هذيك قصة غير معليش راهو خونا بيان سور بنادم لازم يهضر هاك ماشي حاجة اللي تخبي عليها لقاه تليفون الشرطة كي جات شافو لقاو جابو الطبا شافو قال لك توفى ديجا وليزاناليز وشافو قالوا لقاو سدروا مريض حكمت ولا انفيكسيون ولا الله اعلم ومام طون لقاو عنده شويه كورونا هايديك هذا هو السبب وهذاك فرونسي قال لك كان يسعى لواحد الوقت
كان يسأل واحد الوقت انا عم بتلي كالعاده ما في سؤال باسكو عندوش ما والله ما على بالاش لازم جهاز تنفسي باسكو هذاك العام اللي كان يخدم فيه زاد اثر فيه وين كان يخدم فيه احنا كما نقولوا كوشة الفارينة والامور تما بالك زاد قاسته والله اعلم. هذا ما كان والحمد لله اليوم جنازة تاعو وان شاء الله ان شاء الله غدوه راح يدوه لتركيا من الترك الجمعه صباح بكري يلحق الجزائر باسكو ما كاش ديريكت من لانجلتيرا والله اعلم على حسب واش سمعت انا راح يدوه لترك غدا ان شاء الله ومن الترك ان شاء الله يروح للجزائر يلحق على الخمسة تاع الصباح لا ما راني شغال الخمسة تاع نعم الخمسة تاع الصباح هذاك هي كي يلحق الجزائر لو طون اللي يسقموا له كاع الوثائق في الجزائر والوثائق تاع المقبره الى اخره الامور هذه باينه الاداريه وان شاء الله يدوه العاليه ديريكت العاليه قال لك نورمالمون يدوه ديريكت العاليه هالك ما يدوهش اللي يدي معليش ان شاء الله يدفنوه في اقرب وقت ممكن باسكو بطا حاجه الاولى اللي نقولوها ندعو ربي سبحانه اللي يصب الام تاعو الحنون كما نقولوا حنا بزاف بزاف اللي صبروها قد ما تقدروا والاب عبد القادر الياس ما صبروا والاخت والاخ صبروا من فضلكم جميع لا في اليدين جميع طفله تريح مع الاخت الكريمه وجميع اللي جاني يريحوا مع الاب والاخ سيد علي والامهات والبنات الكبار يريحوا مع الام وتكون مسافه بيناتكم من فضلكم هذا ما كانوش نقول لكم الصبر 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 وربي هو اللي يعلم بهذه الاشياء ها واش نقولوا حنا حنا جميع اللي عنده مشكل سواء كان مرض او يحتاج او موت الى اخره يتصب ولا تحومه سواء في هذه الغرفه ولا غرف واحده اخرى ها واش نقول لكم اللي لقى غرفه تاع اليدين يتصل اللي ما لقاش تاع نابورت ولا تحومه ولا يجي الغرفه هذه تاع سيتي ليدين حي الكثبان يتصل بينا ام كاين بزاف ناس كاين جمال نعمان مصطفى طاليس الشيخ سماتي الى اخره كاع ولا تحومه يتصل وانا راني معكم توجو انا خلوا لي ميساج عدل حسن خلوا لي ميساج انا نبعثو بلو فيت بوسيبل في اقرب وقت ممكن سواء كان احتجاج ولا الى اخره ها واش نديرو وهذه غرفه كما نقول لك خيريه وغرفه عائليه محترمه هذا المكان فيها الحرمه فيها الدين فيها كل شيء الامور الصالحه الاخلاق كل 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 شيء هذا ما كنش نقول لكم ورانا هنا ماشي نضيعوا وقتنا بيان سور رانا باش نعاونوا الناس باسكو لو كان نعرفوا نضيعوا وقتنا سميو نروحوا كش بلاصه واحده اخرى ما نضيعوش وقتنا حنا ها واش نقول لك ان شاء الله ان شاء الله الحاضر يغلب يبلغ الغائب من فضلكم الجميع اللي سمع يوصي ولاد حومه ان شاء الله الجمعه يكون يدفنوا في العاليه الاخ محمد تباريتان ها واش نقولوا فارس اهلا بك خويا فارس شكرا شكرا على التعزيه هذه ها واش نقولوا احنا اليوم النهار هذايا تاع محمد ان شاء الله الواجب علينا بيان سور رمزي السلام عليكم خويا رمزي اهلا بك خويا ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا على الكلام هذا الله يصب العائله تاعو شكرا ربي يرحم محمد الله يعطيك ما تمنى خويا رمزي شكرا ها واش نقولوا حنا الوظيفه تاعنا نديروها مهما كان الظروف في وجه الله على وجه ربي سبحانه وعلى وجه كاع ولا تحومه كاع والجزائر بصفة عامة 48 ولاية ها واش نقول لكم انا الجميع خابر سواء كان فرح او قرح ان شاء الله احنا نبلغوه هذا ما كان وخاصة الجزائريين اللي ساكنين في المهجر سواء مهما كان الظروف مهما كان بلد في المهجر خارج على الجزائر ان شاء الله يتصل رانا نعاونوهم ها واش نقولوا احنا سواء بالدعاء سواء بالصبر سواء اشياء اللي يحب يتبرعوا لنا والله اعلم ها واش نقولوا اللي نقدروا نديروها احنا اللي راهي بيدنا نديروها واللي ما نقدروهاش واش نديروا ندعوا ربي سبحانه ما نقولوا ما نبروميو بنادم ما عندناش هذه امور ان شاء الله جميع اللي نقدروا لها اهلا وسهلا جميع اللي ما نقدروهاش
وخير الأشياء هي الدعاء، دعاء ربي سبحانه، اللسان هذا بنادم يدعي هذا ما كان. فارس شكرا، شكرا خويا فارس، الله يسطر خويا، ميرسي. ها واش نقولوا، هذيك هي راهي تقريب الزوج، مازال 4 دقائق لا ما غلط. ان شاء الله ان شاء الله هذاك هو الوقت تاعو باش تكون صلاه الجنازه في لندن، وان شاء الله نستنى، معليش نستنى مول الجنازه، بالك الاخ مصطفى يعطيناك معلومات، ولا جماعه تما محمد بارا الصديق محمد تبارك الله يرحمه بالك يتكلم معنا، ان شاء الله يقدروا بك يطلعوا لما حصلوش هذا ما كان. نعم هذه هي الوظيفه تاعنا، انا نمدلي عليا قد ما اقدر لوقتي ما يهمش، انا على بلد حومتي على بلدية المحمدية راني هنايا نعاون حسب الاستطاعة قد ما نقدر كيما نقولوا، واللي يقدر يدعي واللي ما يقدرش لمن استطاع إليه سبيلا، اللي يقدر اللهم بارك، اللي ما يقدرش يدعي الدعاء راه مقبول ولو بصدقة جارية. نشوف نستناو الصلاة. هذيك هي تقريب الزوج، ان شاء الله ندعو له برك هذا ما كان، هذا هو الوقت تاع الدعاء. من فضلكم الجميع لو يسمع فيا، من فضلكم نرموا مع الزوج الجنازه، الجميع اللي يسمع فيا سواء في المهجر نابورت كال بلاد ولا في ليدين في الجزائر بصفه عامه، بيان سور الجزائر راهي رانا كاع خاوه بيان سور، يدعو الاخ محمد راهي كما نقولوا تقريب الزوج، اللي راهو يصلي يدعي له من فضلكم، اللي راهو في الجزائر يصلي دوكا يدعي له. ها واش نقولوا، هذاك هو الوقت ان شاء الله، كي اللي حضرنا الجنازه تاعو مهما كانت المسافه لا ديستونس ان شاء الله يدعي. هذيك هي مازال 2 دقائق، هي قالك جنازه على الزوج، حنا دوكا اتفقنا على الزوج مام راهم روطار في لندن ما يهمش، حنا تنقالوك على الزوج ان شاء الله على الزوج ندعو، هاي كل واحد يدعي كاع لي موتانا مهما كان ظروف، يبدا بمحمد بيان سير تباريتان ويدعي تاني الموتانا اللي ماتوا السابقين. ها واش نقولوا حنايا، مازال دقيقة بك سمحوا لي برك باش ندعو له هذا ما كان، نقول لك ان شاء الله برك واحد يخشى هذا ما كان يدعي له ويدعي الوالدين بيان سور، يدعي الدعاء تاع الميت ان شاء الله. شكرا شكرا الاخ فارس، شكرا قاع اجمعين ان شاء الله اجمعين، كل اب تاعك كل اب تاعي كي محمد أجمع. راهي الزوج بالذات راهي الزوج في بريطانيا، راهي 3 في الجزائر. الوقت تاع الدعاء انا سمحوا لي بك دقيقه راح ندعي الاخ محمد كي لحظه الجنازه تاعو، سمحوا لي اللي حاب يدعي يدعي، هذا هو وقت الدعاء، قالك على الزوج يصلوا عليه والجنازه، سمحوا لي بك دقيقه بك الدعاء لما تسمحوا لي.
آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، الله يستركم، الله يعطيكم ما تمنوا. هذاك هو راه دوكا راهم يصلوا عليه، اللي يحب يدعي يدعي، هذاك هو الوقت راه يزوج دوكا. ان شاء الله ربي يعطي له مكان في الجنه ان شاء الله، وكاع موتانا مهما كان مهما كان. كما قلت محمد هذا هو السبب باش بنادم يتفكر، هذاك باسكو دي فوا تكون مشغول ورايح وجاي، هذه في واحد يتكلم. ان شاء الله يا ربي هذا ما كان، ندعو كاع الاباء والامهات والاصدقاء وكل جزائر وكل مسلمين وكل العالم كذلك بيان سور. ان شاء الله ربي ينقذنا من جهنم، ان شاء الله مثوانا كل واحد مكان تاعو في الجنه ان شاء الله. حنا ندعو ربي سبحانه بيان سور، وربي هو اللي يعلم بالغيب، واحد ما يدخل في هذه الامور. يحلي اللي فعل الخير بيان سور، بنادم يتهلا في نفسه، يتهلا في العائله الجيران الحباب والاصدقاء تاعو مهما كان البعيد ولا القريب الى اخره. وان شاء الله يكون الصداقه الثقه، تروح تولي لها الثقه كي تحب، وامور هذه لازم تكون ثقه، النيه تاعك تكون صالحه، ماشي ديرها باش تبين انسان ومن بعد تخرج في خرجه واحده اخرى. نو، ان شاء الله تكون النيه صادقه. هاي واش نقولوا، تكون ثقه بينك وبين الصديق والجار والى اخره، هذه والانسانيه لمانيتي الانسانيه، ميم كان قاوري ولا ما عليش داعي له، الله غالب، هذا راهو ملك تاع ربي سبحانه. شكرا شكرا الاخ فارس بك من قلت تاعك عمي موح. نعم نعم قاع اجمع ان شاء الله، عمي يوسف الاب تاعي الام تاعك الى اخره، ان شاء الله ان شاء الله، الله يسترك خويا، ان شاء الله تكون متواهم الجنه، ان شاء الله يكونوا في الجنه، الله يسترك. ما اقول لك، هما سابقون ونحن لاحقون، ان شاء الله يطول في ربي في عمركم، وكي يجي الاجل يجي الاجل، ما نش نقولوا، يجي ربي واش يقولوا، اللي يجي ربي مرحبا، ما واش نقولوا حنا. هذا ما كان، الحمد لله رانا مدينا وقت الخونة محمد، ومازال ان شاء الله مازال في اللي نقصروا شويه عليه، مازال غدوه والجمعه ان شاء الله في هذاك الوقت نزيدوا نقصروا مع الجماعه كذلك، يدير لحبوا يديروه لنا مباشر، اللهم بارك، معليش ماش حاجه، واللي يقدر يدير يدير، اللي ما قدرش معليش، وما نفكروا خونا محمد تجر بالدعاء ان شاء الله يكون الجنه ويمد الصبر للعائله تاعو. نورمالمون هذيك هي راهم يصلوا عليه دوكا ان شاء الله. لا تليفون مصطفى، ان شاء الله نستنى مصطفى وصديق تاعو محمد، ما عندهم وقت يهضروا، اللهم بارك، ما كاش معليش، حنا نصبر معليش مازال الوقت، بالك يديروا روطار بالك صديقو، حنا رانا تجي نستنى شي حاجه. معليش نشوف me hope.